من مستقبلي انا خايف ما هو بقدرش اعمل حالي اني مش شايف الوضع الحالي مثل فيلم يا غالي مش ناقص غير نجيب بوشار يا صاحبي وشوية تسالي ونسمع فيروز بتحكي لنا بعده على بالي وانا بعده لا اوصل بس وضعي بالي بعده هاي المنطقة الي لحالي ما حدش حكالي اسمع مني يا خالي مجتمعك بيقيس نجاحك بالمصاري ما معك مصاري معناها ماشي بالشارع عاري بعرف اربط زقة زقة انا وكل الحواري وانت بمصاري البابا مظبط وبا خلود وسالي موضوع بهمكيش معي جائزة على مستوى العالم بالرب ما فادتنيش قصد جامعة ما معيش بالبنات لا تناقشنيش دنو الشاب بس يتخرج وظيفة بيلاقيش واذا توظف معقول الراتب بيجيب سيارة بيت اثاث زوجي ولاد حق دخان بيكفيش شفت صديقي مهندس ميكانيكي ومديره بمحمص القهوة راس بتوجيهي يا زلمة مالك ايش بتحكي لمين اشكي ماستر محاسبة بيسرفس بالليل عتاكسي بدفع لأهلك ايش فايدة الشهادة روح اسأل اهلك ايش بالاردن التقليد والعادة الحال طبيعي اذا الحكومة مديونة يسعدها محلاها حكومتنا المزيونة بالشتاء عادي تشوف العاصمة بتغرق والمواطن بالصيف بهلك ايش طبيعي انه يعرق من مستقبلي انا خايف ما هو بقدرش اعمل حالي اني مش شايف الوضع الحالي مثل فيلم يا غالي مش ناقص غير نجيب بوشار يا صاحبي وشوية تسالي ونسمع فيروز بتحكي لنا بعده على بالي وانا بعده لا اوصل بس وضعي بالي بعده هاي المنطقة الي لحالي ما حدش حكالي اسمع مني يا خالي بفتح عيوني ابوي بيصرخ قوم يا بغل كل يوم مع نفس الحالي بدور بس ما في شغل ايام الجامعة كنت احلم بوظيفة وقصر اتخرجت وما في بجبت غير قلم الحبر نفس الجاكيت من الشتوية اللي فاتت حالتي حالي وما في عدسان ومغر يلا هانت والحكومة رفعت كل شيء إلا بنطلوني والبنت كل يوم بتنق جيب أهلك واطلبوني استني شوي خليني طلك من تحت البلاطة طفران يا أخي فك عني بالعباطة عساس لو معي بتلاقيني بحكي معك شعب تافه اكبر همومه كيف يزبط بنت وانا نفسي اطلع من هالبلد ده اني اقرفت ما في شي هون زبط معي غير اني اغني حبايبي الحكومي ما حكيت شي لا تحبسني انا بمزح الغالي للغالي ظلكم غلوا علينا اعملوا كل شي بدكم يا عادي مش بيننا كله لا مصلحتنا الله يخليكوا النا واذا لسه عادتين عادي بنعصر لكم دمنا خليني ارجع للموضوع ليش عنه انا حولت من كثر الشغل عراسي بظل نايم للعصر وصدقني لو باخذ اوفر تايم عقد ما بسر كان هسه عندي يخت وقاعد فيه وبفطر الزمن اختلف وسعر البرلمان تتغير صرنا بزمن السبسكرا لا تنسى تشير ووقت الجد كله بقلب سحيج وبدي يبرر وانا مش موقف غنى لحد ما الامور تتيسر من مستقبلي انا خايف ما هو بقدرش اعمل حالي اني مش شايف الوضع الحالي مثل فيلم يا غالي مش ناقص غير نجيب بوشار يا صاحبي وشوية تسالي ونسمع فيروز بتحكي لنا بعده على بالي وانا بعده لا اوصل بس وضعي بالي بعده هاي المنطقة الي لحالي ما حدش حكالي اسمع مني يا خالي